القبض على شريف حليو رئيس شركة مارسيليا جروب في خناقة في الساحل الشمالي. رفضت المحكمة المختصة ببرج العرب استئناف رجل الأعمال شريف حليو مالك مجموعة مارسيليا جروب على قرار حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات في وقعة مشاجرة بينه وبين أصحاب ديسكو سكاي 20 بالساحل الشمالي. وألقت مباحث قسم شرطة العالمين القبض على حليو مالك مجموعة مارسيليا ومعاه 4 أشخاص وأصحاب سكاي 20 في الساحل الشمالي، فيما أمرت نيابة برج العرب بحبس طرفي المشاجرة وقعت بقرية بالساحل الشمالي أسفرت عن إصابة شخص 15 يوم على ذمة التحقيق، وطلب تحرية المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الواقعة. ووفقا لأحد شهود العيان فإن بداية الحادث كانت بمشاجرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بين نجل رجل الأعمال ويدعى شينحة وبين أصحاب ملهى ليلي، حيث تم استخدام الأسلحة البيضاء بين الطرفين، وهو ما تسبب في إصابة سائق رجل الأعمال بعدة طعنات مما أدى لوفاته، وتم نقله إلى مستشفى العالمين النموذجي في حالة خطيرة. منتظرين تعليقاتكم واستنونا في أهم وأحدث الأخبار على مباشر من مصر. إعداد وتقديم سالي حافظ.